السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في احسن صحه واسعد حال. النهارده زي ما تعودنا بعمل هذه الحلقه للاجابه على الاسئله اللي جات على الموقع بتاعي اللي هي www.arafili.com. وبحب أأكد مرة تانية أن أي سؤال بيجي على الموقع بتاعي بيتم الإجابة والرد عليه، بخلاف الأسئلة اللي بتيجي في أماكن أخرى أو حد بيتواصل على الواتس أب أو الميسنجر. أحيانا ما بردش، لكن على الموقع برد بانتظام، لأن بزور الموقع على الأقل مرتين يوميا، وبتجيني الاختراض بالناس اللي بتسأل على الموقع وبرد عليه. واللي إنسان اللي بيبقى قلقان من الكتابة على الموقع، متخيل ان الناس تعرفه بالرغم انه بيستخدم اسمه كونيو، وما فيش اي يعني مؤشر يدل على شخصيته، لكن اهو بنرعيهم وحاطين تشات خاص زي الواتس اب على الموقع، يضغط على الايقونة بتاعت التشات ويتواصل معنا بصورة شخصية وبصورة سرية. خلينا نبتدي في الرد على الأسئلة اللي جات لنا اليوم. بنبتدي بسؤال بواحد اسمه ستار. ستار بيقول أنا، هو تقريبا كان سأل عدة أسئلة، وده سؤال آخر تقريبا كان سأل قبل كده عدة أسئلة، فخلينا نشوف الصفحة اللي قبل كده. يمكن أدي ستار هو بيقول: السلام عليكم دكتور. السلام عليكم دكتور هلال. السلام عليكم دكتور هلال. بيقول أنا كنت بعمل علاقات من سنة 1428 إلى 1438، يعني بيستخدم التقييم الهجري، 10 سنين علاقات مختلفة، وبيشرح هنا العلاقات دي إزاي. وبعد 6 سنين، وبعد آخر علاقة ب6 سنين، قمت بفحص الـ HIV اللي هو انتيجين B24 وانتيبودي، يعني ده كومبو، بعد 6 سنين، والنتيجة كانت سلبية بدون أرقام. أو لأن هل هذا قطعي نهائي ولا أحب المفروض أعيد التحليل؟ طبعا الرد طبعا بتاعي ده كومبو، احنا بنقول ان الكومبو ده قطعي بعد 28 يوم أو 30 يوم، فانت عامله بعد 6 سنين فهو قطعي لا نقاش، وتأخير الفترة لا يؤثر على التحليل، لأن الأجسام الأول قط الكومبو بيكشف أجسام مضادة وأنتيجين. ففي هذه الفترة بعد 6-7 سنين 100% بيكون الأجسام المضادة موجودة. دي الأسئلة والإجابات بتاعتها. ده برضو بيقول إيه السؤال الآخر يا دكتور: هل الممرض لو أخذ عينة من دمك من دون لبس قفاز، يعني الممرض مش لابس قفاز، وهو يعمل بمختبر ينقلك الإيدز، علما لم ألاحظ دم بيدي؟ الإجابة لا، حتى لو مش لابس قفاز لا ينتقل الإيدز من إيد اللي بيشتغل في المختبر إليك. وهل يا دكتور الشيشة، سؤال تاني بقى، وهل يا دكتور الشيشة، لي الشيشة، اللي بتاع الشيشة وليس مش عارف الإيه، لو استعملتها مع شخص آخر له لا علاقات وغيرها، يعني ممكن ينقل الإيدز؟ لا، الإجابة لا ينقل الإيدز، لأن دي بالفم. لكن طبعا عشان نكمل الإجابة، هو مش هينقل الإيدز، لكن ممكن ينقل أمور أخرى زي السل وزي الالتهابات الرئوية وما وأمراض أخرى كثيرة من الفم إلى الفم. يجي لي بعد كده، دي الإجابات بتاعتنا موجودة على الموقع. ويجي الواحد اسمه محمد محسن ممتاز. محسن ممتاز ده بيقول ان هو: كيف حالك يا دكتور؟ انا مغترب وعايش في دولة من دول الخليج، عملت علاقة خطرة وفحصت كومبو. امتى بقى فحص كومبو؟ في اليوم 28 واليوم 43، وطلع سلب. كويس، يعني انت سليم. نشوف بقى بقية القصة. القصة بتاعته ان الراجل اللي في المعمل قال له: انت جاي تعمل تحليل ليه؟ ما كانش له لازمة التحليل. فمش عارف ده معمل ده مجانا ولا ايه، لان انا عمري ما سمعت ان في المعمل ممكن يقول لك انت جاي تعمل تحليل ليه وملوش لازمة التحليل. هو ممكن في حالة واحدة يقول لك اجل التحليل لو انت جاي بدري، يقول لك اجل التحليل لبعد نهاية فترة النفاس، ولو ان هذا ايضا غير وارد. ليه؟ لان كل عارف ان التحليل المبكر افضل من التأجيل. ولو طلع عملته مبكرا وطلع سلبي، مفيش مشكلة تعيد التحليل بعد فترة النفاس. فيعني غير منطقي ان واحد هيقول هذا الكلام.
لكن خلينا مع حكاية الشخص السائل وبيقول انه خايف ان الراجل ده بعد الكلام اللي قاله له ما تعملش تحليل، وليه جاي تعمل تحليل؟ هو المريض عمل التحليل وبعد التحليل اللي قاله ان النتيجة جات له بعد ساعتين، فخايف ان الراجل بتاع المختبر ممكن ما يكونش عمل التحليل خالص، او عمل التحليل طلع ايجابي بس عمل له النتيجة سلبي وبعتها. اول حاجة انه ما عملش تحليل خالص. ليه؟ يعني ايه السبب انه ما عملش تحليل خالص؟ وده شيء يعني مستحيل الا اذا كان يعني واحد مجنون او كده، او في بينه وبين الشهر بينه وبين اكتار. الاحتمال الثاني وهو يكون عمل التحليل وايجابي بس كتبه سلبي. طب سبب ده ايه؟ هو بيشرح في نفس في سؤال اخر بيشرح بيقول يمكن عشان انا مغترب فطلع التحليل ايجابي فخاف ان انا اطرد من البلد وكتبه لي سلبي. طيب ردي، هل بتاع المختبر ده هيخاف عليك انك تسيب شغلك وتطرد من البلد، ومش يخاف على نفسه وعلى المختبر انه يتقفل في يوم من الايام لما يتعرف وهو يتحاسب ويتجزى؟ غير منطقي، غير منطقي. يعني حتى لو هو يخلف ضميره عشان يخدمك، يعني ده لو اخوك مش هيعملها، فما بالك بواحد غريب. فقلت له توكل على الله، تحليلك سليم وسلبي وما تخافش. ده بقى السؤال بتاعه، بيكمل الأسئلة، قاعد يسأل كذا سؤال حوالين هذا الموضوع وكنت برد عليه دايما. هو المشكلة عند أخونا محمد ولا محسن ممتاز، هو الوسواس. أنا معرفش اسمه الحقيقي ولا لا، لكن أيا كان، معلش يا دكتور، هو التحليل في الجهاز بتاع كومبو ممكن النتيجة تطلع بعد ساعة ونص؟ لأن بعت له التحليل بعد ساعتين. ممكن تطلع حسب الضغط في المختبر، لو الراجل فاضي، لو المختبر ما عندوش ضغط وخد منك العينة واشتغلها على طول ممكن تطلع في أقل من كده كمان. ويمكن سألني تاني بيقول لي إن بيقول علما ان التحليل اللي عملته في سنة 44 ومكتوب نون رياكتيف هو سلبي. يعني هو عمال يعيد ويزيد، وهو عمل التحليل في اوقات مناسبة وتحليل سلبية، فيعني موضوع وسواس. واظن رديت على اخونا ده، وحكيت ان هو الراجل ماسك ما كانش لابس قفاز وما الى ذلك، ويمكن ده برضه نفس أو بيعيد الأسئلة. أخونا ممتاز، آخر سؤال يا دكتور وآسف على وقتك، اعتبرني ابنك أو أخوك الصغير. ماشي، بيقول إيه؟ تكملة بقى، هل ينفع أعود لزوجتي؟ طبعا ينفع، أنت عامل تحليل بعد 43 يوم وكومبو سلبي، فأنت مؤكد سليم بإذن الله تعالى، وارجع لزوجتك وعيش حياتك، ما فيش أي مشكلة. وأخيرا يمكن ده سؤال واحد اسمه إم، بيتكلم عن التهابات البربخ، بيقول ايه؟ هل التهاب البربخ التهاب البروستاتا، احتقان البروستاتا، يؤثر على النمو؟ يعني زي شعر الوش، زي شعر الست، نمو الرجل بصفه عامه او الصفات الذكوريه؟ الاجابه هي كالتالي، اللي بيؤثر بشكل رئيسي اساسي هو الصفات الوراثيه. انت الصفات الوراثيه عندك شكلها ايه؟ نظام التغذيه عند أسلوب الحياة. أما الالتهابات، إذا الالتهابات دي كانت شديدة ووصلت إلى الخصية وأثرت عليها بحيث الخصية ما بقتش تعمل وظيفتها، ممكن طبعا تؤثر على نمو الرجل الذكوري. ونراجع مع بعض إيه هي بقى وظائف الخصية. تكوين الحيوانات المنوية، فبالتالي هتؤثر، الالتهابات الشديدة اللي بتأثر على الخصية تؤثر على الإنجاب. والحاجة التانية إفراز هرمون التستوستيرون، وبالتالي هيقل هرمون التستوستيرون ويؤثر على شكل الرجل الذكوري، إذا كان من ناحية النمو الجسماني أو الخشونة أو الصفات الذكورية المتعددة. ما أظنش إن في، خلصت كده التعليقات. أي واحد من حبايبنا يحب يسأل عن موقع أخواننا مجانا، وبرد عليه بشكل مؤكد. اتفقنا؟ وفي عندنا صفحة اسمها، أول ما تفتح عرفيلي.com في التواصل مع الدكتور هلال، بتضغط على الصفحة على الاسم ده التواصل مع الدكتور هلال، بتحصل لك صفحة واضحة جدا جدا بنقول لك مجانا تحت الموضوع المناسب في الموقع، مجانا على التشات اللي موجود على الموقع، وفي لينك تضغط عليه يوصلك للتشات. غير كده هيبقى ازاي بقى؟ مفيش حل.
غير ان انت تجيني العياده وانا ما بشتغلش حاليا في عيادات، عجوز بقى وربنا يتممها بالستر على الواحد، عايز بقى التواصل، ما بشتغلش غير التواصل اونلاين بالواتساب، وده طبعا تواصل بالفلوس عشان نقلل كمية الناس اللي بتتواصل مع الواحد. ونشوفكم ان شاء الله بكل خير في فيديو قادم في التعليق على او الاجابة او الرد على اسئلة المتابعين. وزي ما انتم لاحظتوا في هذا الفيديو كل الاسئلة عن الوسواس والعدوى بمرض الايدز وطرق العدوى بفيروس الايدز، واحد بس اللي سأل عن التهابات الخصية، التهابات البربخ، وهل تؤثر على النمو ولا لا. فهو الوسواس هو المشكلة بالنسبة لفيروس الايدز. ونشوفكم بكل خير في حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.